آخر أخبار المشاهير الآن مع فهد الهاشمي. كيف واجهت مايا ضجة الفيديو المسرب؟ لم تكن تعلم مايا أن بهذا الفيديو ستصبح تريند وحديث الجمهور والصحافة، فالفيديو انتشر بسرعة وخلق جدل وموجة غضب من فئة ومن أخرى اعتبرتها حياة خاصة لشخصية مشهورة. ومع تباين هذه الآراء تواصلنا حصرياً مع مايا لمعرفة لماذا سرب لها هذا الفيديو في هذا التوقيت وسبب هذا الهجوم الذي طالها. أولاً خصك تعرف بأن كاين واحد الفئة ديال المغاربة راه ما خدامينش وما كيبغوش يخدموا فنيانين، ومقابلين غير التليفونات ومقابلين التبرقيق والهضرة الخاوية، وعاد عندك الفئة اللي ما بقاوش خدامين وعندهم واحد لابريسيون في قلبهم، واحد الغبينة، واحد الحقد أونفير دوطخ بيغسون، وكيبينوها في مواقع التواصل الاجتماعي. داكشي علاش تنشرات الفيديو دغيا وبنادم ضروا راسو وزيد فيها المايو فيها باطو، صافي بنادم كيبغي يعرف. فهل هذا الفيديو هو تشويه لسمعتها وصورتها؟ لان الحمد لله مشوهه من ديما، من نهار قلت لهم انا راقصه وعاجبني الحال وبنادم ما بغاتش تفهم ليه، واحد الفئه انا كنهضر ديما على واحد الفئه ما بغاتش تفهم ليه، وجاتهم صعيبه، ما عندي ما ندير، ما غاديش نغير انايا لا باسيون ديالي والحب ديالي للمهنه ديالي والشخصيه ديالي باش هما يبقاو على خاطرهم. انا هي انا. ما تشاهدوه اخذ منحى اخر بعدما اعتبر البعض ان ما قامت به مايا تجاوز لحاله الطوارئ الصحيه، في حين اعتبر اخرون انه لم يكن اختلاط وعدد الاشخاص في اليخت كان قليل. وسالنا مايا هل هذا تدخل في خصوصيتها؟ وهذا احنا عارفين، احنا الهوايه المغاربه هي دخولهم في خصوصيه الاخرين. الناس البرومي عارفين حي الدوزيام، الدوزيام عارف حي التروازيام، يا حي شعبي يا حي راقي. الهواية الأولى التبرقيق والدخول في خصوصية الآخرين، دونك ما كيضرنيش الحال في هذا لو بوان، هذا غير هو كاينين دي ليميت، كل حاجة عندها لي ليميت ديالها، ملي كيديباسيو لي ليميت وكيولي داكشي شريان الصداع والتأويل والتأليف هنا سا دوفيان با بون. فيعتبر كثر أن حياة المشاهير الخاصة ملك للجمهور طالما اختاروا عالم الشهرة فهذه ضريبته، لكن مايا لا تتفق مع هذه العبارة بشكل كامل. ما كنعتبرش الموضوع بهذا القديم ملك الجمهور، يعني شنو زعما من حقهم يهضروا ويقولوا اللي بغا ويظلموا ناس، انا ما متفقاش في هادشي، ملك الجمهور افيك دي ليميت وباحترام. وتقول مايا ان رغم هذه الضجه والهجوم عليها فكثر يتفقون معها. اي حاجه كنقولها من اقتناعاتي الداخليه ومتاكده من الهضره اللي كنقول، عارف بان راه بزاف الناس متفقين معايا، كاين اللي عنده الجراه اي لو كوراج باش كيقول وي اون اي داكور افيك، بصح هذيك السيده كتقول هضره واقعيه، وكاين اللي ما عندوش الجراه وكيغطي الشمس بالغربال وكيبقى عايش في الكذوب، كيكذب على راسه هو الاول وعاد كيكذب على السوسيتي. وبين من اعتبر ان فيديو مايا مثير ومن اعتبر انه عادي، هل في نظركم يستحق ذلك كل هذه الضجه ولماذا؟ انتظر تعليقاتكم ولا تنسوا الاشتراك في القناه للمزيد من الاخبار.